قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في إباب صفات الله سبحانه وتعالى وبين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية. جزاك الله خير. إذن هنا وقف المصنف وقال فإن الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي الفرقة الناجية التي بين الله جل وعلا على نجاتها، وأنها التي تنجو وأنها التي تنصر الدين، وهي التي تبقى على الحق ظاهرة، على ما قال العلماء بأن الفرقة الناجية والفرقة الظاهرة هي أهل الحديث أو هي أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فهي فرقة كتب الله لها النجاة للتمسك والعصمة بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش بعدي منكم فسار اختلافا كثيرا. فكأنهم قالوا: وما طوق النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال: أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية. إن الله الوقت يا ابني. وما نجت إلا بهذا الوصف، أنها سنة أنها جماعة، والجماعة أن تكون على الحق، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة، والسنة والجماعة لا تكون جماعة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الفرقة الناجية الذين يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون بها على أهل البدع والضلالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولذلك قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: لا يمنحهم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك يعني الحديث الذي قال فيه: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الفرقة التي كتب الله لها النجاة هي الفرقة التي تمسكت بما تمسك به الأولون وصارت على نهجهم وسابقت كما سبقوا، فتمسكت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق الفضل الذي جعله الله لهذه الأمة، بأن الله جعلها أمة لها النجاة، كتب لها النجاة وكتب لها القيادة والسيادة والريادة، لأنهم أمة وسط يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا من غير تكييف ولا تمثيل. فإذن هم على الضرب يسيرون، يطيعون الله ورسوله، تمسكوا بالكتاب والسنة فكانت نجاة لهم. قال: ويؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل. هذا أصل أصيل في آيات الصفات وأحاديث الصفات، يؤمنون بها من غير تحريف ومن غير تعطيل. قال: من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف، وهذا رد على الأشاعرة الذين يؤولون أكثر الصفات ويثبتون سبع صفات فقط، وهؤلاء يؤولونها خوفا من التشبيه، حذرا من التشبيه. وما الذي ألقاهم بالتشبيه؟ والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تعطيل، ولا تعطيل، هذا إلماح وإلفات للجهمية المعطلة الذين عطلوا أسماء الله
والحسنى والصفات العلى. وهؤلاء أغلب المتقدمين يقولون أن الجميع كفر، ابن المبارك وأحمد وابن عينة كلهم يكفرون الجميع، يقولون لا يدخلون تحت قول النبي وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ما يدخلون في 73 فرقة، هم من الكفار، يقولون أن الجميع من الكفار كفروا وخرجوا من الملة. ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، الذين بلغوا في الإثبات فشبهوا، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة، الجهمية الذين فروا من التشبيه إلى التعطيل، فما أثبتوا اسما ولا صفة، والحق أنهم شبهوا الله بالعدم، نعم لا فوق لا تحت، ليس لا اسم ولا صفة، كالعدم. والمعتزلة أفراخ المعطلة الجهمية، وهم يقولون بقول الجهمية لكنهم ينفون الاسم دون الصفة، ينفون الصفة دون الاسم، يثبتون الأسماء لكنهم لا يثبتون الصفات. وهؤلاء أيضا أنكروا بعض صفات الله جل في علاء، أو أنكروا صفات الله جل في علاء وقالوا هي مخلوقة، ولذلك كفرهم بعض العلماء. ولذلك أيضا قال الإمام الشافعي على القدرية الذين ينفون علم الله جل في علاء قال خصمون في العلم، فإن أثبتوا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. والمشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق أو غلوا في التثبيت في الإثبات، فقالوا يد كيد الخلق، عين كعين الخلق، نزول كنزول الخلق. ونعم محمد قال بإجماع أهل العلم قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، هؤلاء شبهوا الله بخلقه لذلك كفروا. وأهل السنة والجماعة قال بل هم وسط في فرق الأمة، هم وسط يعني التوسط بين شيئين، وورد في الحديث خير الأمور أوسطها، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير الناس النمط الأوسط. الله أكبر. ابن مسعود يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي، ذكر ابن المبارك عن محمد طلحة عن علي. وقد مدح الله أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين، ونهى الله عن الإفراط والتفريط، الله تعالى نهى عن إفراط وعن تفريط. قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولذلك علماءنا من علماء السلف كانوا يقولون الدين هو الدين بين الغالي وبين الجافي، دين الله تعالى بين الغالي وبين الجافي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عن مسعود موقوفا مرفوعا هلك المتنطعون. والأمة الإسلامية وسط بين الأمم، الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم خيارا كانوا خيارا عدولا توسطوا بين طرفين مذمومين، بين غلو النصارى وبين جفو اليهود، فهم وسط بين الفرقتين، فرقة قد وسمت ربها ووصفته بالنقص والعجز. اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود قالوا بكى ربنا حتى أرمت. وأما النصارى شفونا الجفو والغفو. وأما النصارى فأتوا بخلق من خلق الله جل في علاه فوسموه بسمات الله وجعلوه إلها، وقالوا أن المسيح هو الله. وأمة محمد هي وسط بين الأمتين، يعبدون الله على ما أمر ربنا جل في علاه ويصفونه بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات الكمال والجلال ونعوت الجلال، نزهوه من صفات النقص والعيب. وأيضا هذا بالنسبة للإلهيات والنبوات، فاليهود جفوا قتلوا الأنبياء وأهانوهم وانتقصوا قدرهم كما قال الله تعالى وما قتلوه يقينا، هم قتلوا يحيى وزكريا وأرادوا قتل قتل عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. والنصارى اللهو
والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكان أهل السنة والجماعة في النبوات أيضا أو أهل الإسلام في النبوات وسط بين جفاء اليهود وبين غلو النصارى. وحتى في حق الأنبياء النصارى عبدوهم من دون الله واليهود قتلوهم، وأهل السنة والجماعة وضعوا الأمر في نصابه، قالوا بما أمر الله أن يعزروه وينصروه. ولذلك قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. الله أكبر، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها أكرمها على الله جل في علاه. فهم وسط بين اليهود وبين النصارى، هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي رحمها الله تعالى وخلقها وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، وهم وسط أيضا في باب الصفات بين الغاري وبين الجافي، وسط بين الطرفين منحرفين، هم وسط خيار عدول بين المعطلة وبين المشبهة وأهل التعطيل الذين نفوا صفات الله جل وعلا بل نفوا الأسماء والصفات، وبين المشبهة الذين غالوا في الإثبات فشبهوا الخالق بالمخلوق، وكلاهما على كفر مش على الضلال، وكلاهما على كفر. وأهل السنة والجماعة قد أثبتوا صفات الله جل وعلا والأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه، فأثبتوها ولم يشبهوا تحت قول الله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الفوائد المستنبطة: وسطية أهل الإسلام، وهذه والله الوسطية الحقة، أهلك الأمم الغلو والجفو، تعظيم الله بإثبات الأسماء والصفات. جزاكم الله خيرا.